بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحضور الكريم والنائب السابق عبد الرحمن النجري على إقامة الندوة، وكذلك النواب السابقين الدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور حسين القويعان وعبد اللطيف العميري. هنقسم الندوة على أربع جزئيات: الخطر وأمن الكويت وإجراءات الحكومة والمجلس، وتكون هناك رسالة أخيرة هي الخاتمة. بداية، شبكة الجاسوسية الإيرانية، صدر الحكم في سنة 2013، صادوا عندهم بحوزتهم أسلحة أمور تجسسية بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والسفارة الإيرانية، صواعق وكاش بقيمة ما بين 150 إلى 250 ألف دولار، وصدر الحكم أول درجة وثاني درجة والتمييز بإدانة هذه الشبكة. هناك خطر واضح وذكرنا في سنة 2013 إنه مو معقولة وهم بس أربعة، أكيد في ناس متورطين معاهم. الخطأ الرئيسي من الحكومة أن اعتمدت فقط على هذا الحكم وما نبشت وأكدت وفتشت على هذه الخلية. الكويت دولة مستهدفة، دولة صغيرة، فوائض مليارية، فكان الهدف الضرر في الأمن القومي والأمن الاقتصادي، ضرب حقول نفطية منها أنابيب الوفرة والروفتين. نروح للناحية الأخرى، في رمضان 9 من الشهر داعش فجروا مسجد الإمام الصادق، وسبعة وعشرين ضحية من أبناء الكويت في رمضان راكعين في الصلاة يوم الجمعة. فالكويت مستهدفة، 227 كانوا مصابين في المستشفيات، كل الكويت اهتزت، كل الكويت تأثرت. فاليوم عندنا قضيتين مستهدفة من الأيادي الداعشية وغدرهم، بالإضافة إلى شبكة التجسيس الإيرانية بالتنسيق مع حزب الله، اللي صار ترى كارثة. لحد يقول داعش أخف من حزب الله ولا حزب الله أخف من داعش، كلهم يبون بالكويت شر، كلهم لهم مطامع ضد الشعب الكويتي الكريم. فبالتالي لما تطلع الخلية العبدلي وهي ببيان من النيابة في ارتباط وتنسيق مع حزب الله والجمهورية الإيرانية، هذا أكدته النيابة. السؤال اللي يطرح نفسه، يا حكومة دولة الكويت، شنو الإجراءات اللي أنتم قمتوا فيها غير البيان؟ بالمقابل السفارة الإيرانية على طول استنكرت. للأسف وزارة الخارجية عن طريق مصدر مسؤول، احنا المتضررين نقول مصدر مسؤول، ان رد السفارة الإيرانية تعارض المواثيق الدولية. ما كان الأساس ان يطلع بيان باسم وزارة الخارجية او وزير الخارجية بنفسه، هم يبون شر في الكويت. فبالتالي نعم الأمور تحتاج دبلوماسية، ولكن تحتاج حزم ايضا. اللي قاعد يصير فيه تراجع. بالمقابل لما نقول ان هذه الخليه صادوا عندهم، مو بس خليه ترهي، صادوا عندهم صواعق، صادوا عندهم متفجرات تي ان تي، اطنان من الاسلحه والمتفجرات، فهذه ميليشيات، جيش منظم بالتنسيق مع دوله مجاوره. واصعب شيء لما يكون واحد منك وفيك يلبس نفس لبسك وياكل وياك ويدام وياك ويغدر فيك، هذه اكبر عمليه الخيانه والغدر، انه يتواطأ مع دوله ضد الكويت. الكويت الى ربته وكبرت زنودك وتقوم تغدر فيها، فقمه الخيانه، قمه الغدر. فبالتالي الحكومه ما فكرت ان تفتش على المنافذ، تغير قيادات. ترى الامور مو بس تهريب، في قد يكون هناك تواطئ في دخول كل هذا الكم من الاسلحه. احنا مو محتاجين غزو ثاني، صار غزو عسى الله لا يعيد الشر. فبالتالي الخطر آتي، واللي سيصير في كل دول الخليج مو بس الكويت، ولكن لا نقبل ان الكويت تكون دولة لتخزين الأسلحة او ممر او مقر للإرهابيين، سواء من داعش او حزب الله او غيره. فبالتالي يا حكومة الكويت، اتقوا الله في شعبكم،
وأنا بضرب مثال، أنتوا سحبتوا الجناسي في سنة 2014 وادعيتوا بالنسبة للمصلحة العليا للدولة، ما صدتوا عندهم حتى أمصجمة، حتى المسدس ما يصب، ما صدتوا عندهم اللي سحبتوا منهم الجناسي في سنة 2014. بالمقابل أنتوا صدتوا بحوزة التواطؤ والتخابر مع إيران وحزب الله كميات من المتفجرات، قلتوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أنا ما أقول لكم سحب الجناسي منهم، لكن حاكموهم في محاكمة عادلة، حاكموهم بمحاكمة عادلة اللي تواطؤوا ضد الكويت. بس بالمقابل إذا تدعون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فاللي سحبتوا جناسيهم في سنة 2014 وهو مو متهم فهو بريء من الأساس، ليش سحبتوا جناسيهم؟ على أي أساس؟ إذا كنت بتكلم على مجلس الأمة ليش ساكتين؟ إيش حق سكتوا الكويتيين منكم وفيكم؟ انسحبت جناسيهم بحجة المصلحة العليا للدولة، ولا واحد بطل حجة فيكم إلا قلة يطلعون في التلفزيون يقول أمر سياسي. أنت قاعد دين نفسك، إذا طلع نائب يقول أمر سياسي إيش معناته؟ معناته أنت ما عندك القدرة إنك تحاسب الحكم، وأنا أدري إنك ما عندك القدرة، أدري إن ياما أنتوا شطبتوا استجوابات، ياما الحكومة مشت قوانين أنتوا أصلا ما ودكم تمشي ومشت. فبالتالي اتقوا الله في شعبكم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فردوا الجناسي اللي سحبتون في سنة 2014، لا تظلموا شعبكم. أما بتكلم بالنسبة لمجلس الأمة وبضرب مثال، دائما الأمثلة هي توضح لك الحقائق. عندما قدمنا الاستجواب حضروا النواب متكاملين، ولما صارت الاجتماع ما بين الحكومة والمجلس بخصوص خلية العبدلي والمتواطئة مع حزب الله والجمهورية الإيرانية بالتنسيق معهم، حضروا 21 نائب. ايش معناتها 21 من أصل 47؟ لأن في 3 وزراء، معناته أقل من النص. ليش؟ قضية مو من اهتمامكم ولا مسافرين كملي إجازتكم؟ فبالتالي هل سحب الاستجواب ورفعه من جدول الأعمال كان أهم من هذا الموضوع والخلية التجسسية وضرب الكويت أمنها وشعبها وسيادتها؟ فش يبين لك؟ يبين لك أن عدم الاهتمام، ويطلع لك واحد منهم ويقول لك أن إيران عندها حكومتين. من نصبك سفير أنت تتكلم عن إيران؟ واحد يطلع لك يقول لك صح صدر حكم قضائي بإدانة الشبكة التجسسية الإيرانية، ولكن أن عادي يكتبون تقارير على ديرتك. هل يعقل نائب يقول هذا الكلام؟ ليش حطوك ناطق رسمي في الجمهورية الإيرانية؟ وبالتالي شوف أغلبهم ساكتين أو تصريحات متواضعة جدا. فالحكومة التي تقود هذا المجلس كان الأصل أن المجلس هو من يقود الحكومة في هذه القضية، ما صدروا بيان. اللي صار النيابة صدرت بيان، وبالتالي الحكومة صدرت بيان استنادا على بيان النيابة، والسفارة الإيرانية استنكرت في بيان، ووزارة الخارجية صدرت بيان بالمقابل. وين مجلس الأمة؟ وين دورك يا مجلس الأمة؟ ساكت صم من بكم، مو قادر يقول شيء ولا كلمة. ولكن عندما قدمنا الاستجواب ايش قالوا؟ طلع رئيس مجلس الأمة كان يقول خيانة. ألا تخجل من نفسك لما قلت مؤامرة؟ أنت قلت مؤامرة لهز أركان الدولة. من اللي قدم الاستجواب؟ اللي قدمه أنا والدكتور حسين القوعان والدكتور عبد الكريم الكندري. ألا تخجل من نفسك لما تقول أن مؤامرة؟ بالمقابل لما تشوف الخلية العبدلي وكم من الأسلحة، قلت القضية شخصية ونحن مع النيابة. إحنا يوم قدمنا الاستجواب لا تهمة ولا إدانة، ليش ما قلت هالكلام لنا؟ ولا شاطر أنك بس الدين أبناء شعبك، ولا شاطر أنك أنت تسكت وتقوم تقول تصاريح بسيطة. وش قال؟ نتطلب الحكمة. هل تتطلب الحكمة؟ بالنسبة لرئيس مجلس الشورى الإيراني وهو ما قال ترى مجرد الحقد، تصريحه واضح وبالتلفزيون صوت وصورة، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني أن لديهم حقد على حزب الله وليس من العقل والحكمة. يعني ادعى بالنسبة للكويت
لا عقل ولا حكمة، إنما هذا نابع من الحقد. وأنت ترد تقول أن رد عليه بحكمة، ردك ما كان حكيم. ردك كان الأصل تقول نعم هناك أحكام قضائية تدين إيران، نحن لا نحمل الغل إلا يوم صارت التفجيرات بالثمانينات، ما صار الحقد من الشعب الكويتي لشعب مسالم إلا يوم صارت التفجيرات وغيرها والتجسس والتواطؤ من إيران على الكويت، كان يلزمك هذا الرد، ما يلزمك تقول الله الحكمة وخلاص. وبالتالي بين يوم والآخر تطلع تقول أن أنا مجدت عن نفسه حزب الله في سنة 2006. لا أذكرك بالتواريخ إذا كنت ناسي، أنت مجدت حزب الله يا مرزوق في 2011 شهر 4، كانت في بداية الثورة السورية، وحزب الله كان متعاون مع بشار الأسد، أنت مجدت في ذاك الوقت. لا تقول عندما كانت تتساقط صواريخ حزب الله على إسرائيل والكيان الصهيوني، أنت أيضا مجدت في 2011 شهر 4. فبالتالي احنا نقول هذا المجلس لا يمكن أن يحقق الرقابة الحقيقية، ولكن كلامنا إلى الحكومة نقول كفاكم خوف، يجب أن يكون حزم. الكويت دولة صغيرة، نعم دولة صغيرة، ولكن بالتالي أيضا البحرين وقطر دول صغيرة وكان عندها حزم. يجب اليوم أن تفتشون وتحققون، ولجان تحقيق، خليات كاملة من التحقيق على كل الأسلحة اللي دشت الكويت. مو معقول أن نكون احنا حقل تجارب وصارت كارثة المسجد الإمام الصادق، مو محتاجين أن كارثة ثانية يصير ويسقطون ضحايا وموتى وجرحى. فبالتالي يا رئيس الوزراء، هي مو قضية أنك صدت، بالتالي دول الخليج قاعد بين فترة وفترة يصيدون هناك في غل نعم على الكويت على ثرواته وأمنه. ولكن رسالتي الأخيرة، أي شخص يبي يحول موضوع سواء خلية التجسسية الإيرانية أو حزب الله أو داعش موضوع طائفي، نقولها مو موضوع طائفي، هي قضية أمنية بحتة. الكويت فوق الجميع، والكويت نحطها في عيوننا. أي واحد يبي يحولها طائفي يقول أنت الطائفي اللي بديت طائفتك على وطنك، اللي بديت مصلحتك على ديرتك. أي شخص يبدي تجارته ومصالحه على ديرته فأنت المتواطئ. فبالتالي احنا نقول يا حكومة الكويت، طبقوا القانون على الكل، ولا تظلمون أحد ولا تبرون أحد، ولا أحد فوق القانون من غير ترهيب ولا ترغيب. ترى الناس خايفة، الناس حاسة أن ما في أمان. صح احنا بتكاتفنا راح نعدي الأزمة، وإن شاء الله عدينا أزمة أكثر من ذلك وراح نعديها، ولكن الوقاية خير من العلاج. فنقول يا حكومة الكويت، حققوا على جميع الوزارات والمنافذ، وأي شخص تسبب أو تواطأ أو تخاذل حقنا، خلوا يكون عبرة لغير. ونسأل الله التوفيق، عسى الله يحفظكم ويحفظ الكويت من كل مكروه.